تتعدد أشكال الحكومات باختلاف الأنظمة السياسية، منها ما سبق وتحدثنا عنه مثل الديمقراطية والأرستقراطية والتكنوقراطية والتي نسمع عنها كثيرا في الإعلام والكتب. لكن اليوم دعونا نتكلم عن نوع آخر من الحكومات، الأوتوقراطية. يتكون المصطلح من شقين أصلهما يونانية، أوتوس وتعني النفس، وكراتوس التي تعني القوة. إذن بالمعنى اللغوي الأوتوقراطية هي قوة تأتي من شخص واحد، وفي السياسة هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة السياسية والعسكرية والاقتصادية بيد حاكم واحد يتم تعيينه ولا ينتخب. السلطة في الحكم الأوتوقراطي تخضع لولاء الرعية، فالحاكم الأوتوقراطي يحتاج إلى مساعدة أفراد نافذين ومؤسسات في المجتمع ليحكم سيطرته على الشعب، فقلة هم الحكام الذين تمكنوا من أن يبسطوا نفوذهم عبر الكاريزما أو المهارات فقط من غير مساعدة الآخرين. يتميز النظام الأوتوقراطي ببعض السمات، من أبرزها إلغاء أو إهمال القاعدة التشريعية للسلطة السياسية، فعادة ما يلغى الدستور في مثل هذه الأنظمة ليحل محله بناء قانوني جديد يخدم الطبقة الحاكمة. من الخصائص الأخرى لهذا النظام إلغاء الحريات المدنية أو تقييدها بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى السيطرة على وسائل الاتصال واستخدام الدعاية أو البروباغاندا للتحكم بالرأي العام. لنقرب لكم الفكرة، دعونا نتحدث عن أنظمة في تاريخنا الحديث حكمت من خلال الأوتوقراطية. لعل الصين التي تعتبر نفسها ديمقراطية من أبرز الأمثلة اليوم على نظام الحكم الأوتوقراطي، فالحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم الوحيد والمهيمن على جمهورية الصين منذ تأسيسه عام 1921. تحت حكمه لا يوجد فصل بين السلطات أو استقلال للقضاء، وليس للشعب حق في حرية التعبير أو الرأي. وإذا نظرنا إلى مناطق جغرافية أوسع سنجد أمثلة أخرى لأنظمة سياسية أوتوقراطية، من أبرز هذه الأمثلة طريقة حكم الحزب السوفيتي. جوزيف ستالين الذي قاد الحزب من عام 1922 حتى وفاته عام 1953 وضع خطة صارمة لتنمية الاتحاد السوفيتي وتحويله إلى قوة صناعية عظمى، ولتحقيق ذلك سيطرت الحكومة بالكامل على الاقتصاد ونفذت سياسة التنظيم الجماعي على قطاع الزراعة، وهي مبادرة تهدف إلى توحيد ملكية الأراضي الفردية وإخضاعها لسيطرة الدولة. الجزء الأكبر من المزارعين رفض أوامر ستالين، فكانت عقوبتهم إما النفي أو القتل. ومع تنفيذ ستالين لنظام الملكية الجماعية توفي الملايين في أنحاء الاتحاد السوفيتي بعد حدوث مجاعات، عزى المحللون سببها إلى النقص التكنولوجي في تلك الفترة. برأيك هل نفعت الأوتوقراطية الحزب السوفيتي؟